كثيرة هي محركات الطائرات التي تدور فوق سماء سوريا، قلة قليلة منها مدنية والغالبية عسكرية. عبور الطائرات المدنية أجواء سوريا سيكلفها رسوما إضافية تصل ل 50% عما كانت عليه في السابق، بحسب ما أعلن المدير العام لمؤسسة الطيران المدني التابع للنظام إياد زيدان. أهلاً سادة الزوار، أسعد الله أوقاتكم وحمدًا لله على سلامتكم. نحن الآن على أرض مطار دمشق الدولي. مؤسسة الطيران أكدت أن بعض الشركات الإيرانية وشركة فلاي العراقية تهبط في المطارات السورية، فيما يقتصر عبور الأجواء السورية على شركات الخطوط العراقية واللبنانية والقطرية. نحو 3 ملايين دولار بلغت الإيرادات التي حققتها مؤسسة الطيران نتيجة عبور الأجواء السورية خلال النصف الأول من العام الحالي حسب ما أعلنت المؤسسة. بالعودة لعام 2013، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية مؤسسة الطيران السورية إلى قائمة الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات. الاتحاد الأوروبي أغلق مطاراته في وجه الأسطول السوري الذي اقتصرت وجهاته على 15 دولة فقط. العقوبات أدت إلى توقف معظم الطائرات المدنية لصعوبة إجراء أعمال الصيانة التي كانت تجريها شركات أمريكية قبل أن يحظر عليها التعامل مع النظام. وكالة أنباء النظام سانا كانت أكدت أن عدد الطائرات في الأسطول المدني بلغ 5 طائرات بعد أن تقلص عددها سابقا إلى طائرتين. ويبدو أن لا سلطة للنظام إلا على المدنيين. ترفع أجور العبور في الأجواء السورية للطائرات المدنية، بينما تحلق الطائرات العسكرية بمختلف جنسياتها وتقصف ما تشاء من المناطق دون رقيب أو حسيب.